السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نتعلم النمط المنطقي Boolean Data Type. القيم الموجودة ضمن النمط المنطقي يا أما صح أو غلط، ما في مساحة رمادية للقيم، واحد أو صفر True أو False. يستخدم النمط المنطقي لتقييم الإكسبريشنز أو التعابير الرياضية ضمن بايثون. هلأ رح نشوف مثال على العمليات المقارنة اللي بترجع قيم منطقية. هلا هنعرف متحول x قيمته 10 ومتحول y قيمته 4. هنطبق عمليات المقارنة x أكبر من y true، x أصغر من y false، x أكبر أو يساوي 10 true. هلا رح نجرب عملية x أصغر من 4 false. هلا رح نشوف عملية المساواة x يساوي 10 true، x يساوي 9 false. العمليات المنطقية الأساسية بتتلخص بثلاث عمليات: AND يعني و، OR يعني أو، NOT يعني عملية النفي. لحتى نتعلم الاستخدام الصحيح للعمليات لازم نتذكر جدول الحقيقة من الجبر البولياني Truth Table. هلأ القيمة 1 بتكافئها القيمة المنطقية True، والقيمة 0 بتكافئها القيمة المنطقية False. رح نبدأ بجدول AND. نتيجة AND بين متحولين بتكون True إذا كان كلا الطرفين True، عدا ذلك بتكون False. أما جدول OR، نتيجة OR بتكون True إذا كان أحد المتحولين على الأقل True، وإلا بتكون النتيجة False. أما عملية النفي فهي ببساطة بتعكس القيمة، يعني إذا كانت True بتصير False والعكس صحيح. مثال عملي، هلأ رح نعرف المتحول X نعطيه القيمة False Y true يعني عكس بعض، رح نطبق عليهم AND طلع نتيجة False، هنطبق OR تطلع نتيجة True. هلأ NOT مثل ما حكينا بتعكس القيمة مثل ما شايفين. هلأ رح نشوف مثال متقدم على استخدام العمليات المنطقية. هلأ رح نعرف المتحول X نعطيه القيمة المنطقية False Y عكسه بنعطيه True. رح نكتب معادلة بين قوسين X and Y هي نتيجة رح تكون False OR NOT X، NOT X نتيجة TRUE، بيناتهم OR تطلع النتيجة TRUE. رح نشوف مثال تاني باستخدام متحولات رقمية Numeric Variables. هلأ رح نعرف المتحول X قيمته 10 والمتحول Y قيمته 4. رح نكتب الإكسبريشن أو المعادلة التالية X أكبر من Y بين قوسين OR Y أصغر من 2 كمان بين قوسين. شو رح تطلع النتيجة يا حذركم؟ نتيجة TRUE. هلا رح نفسر النتيجة بالتفصيل. عنا أول جزء من الستيتمنت عبارة عن X أكبر من Y، 10 أكبر من 4 صحيح يعني نتيجة True. أما الجزء الثاني من الستيتمنت فهو Y أصغر من 2 طلع على قيمة Y 4، يعني هي الستيتمنت مالها صحيحة يعني النتيجة False. هلا بنطبق عملية OR على نتيجة كلا الطرفين بيطلع عنا True، لأنه مثل ما حكينا قبل شوي العملية OR بترجع True إذا كان أحد المتحولين على الأقل قيمته True. طيب شو بيصير يا ترى إذا استخدمنا العملية AND بدل العملية OR؟ خلونا نشوف مع بعض. هلا رح أعرف X تساوي 10 Y تساوي 4، رح أكتب المعادلة الرياضية بين قوسين X أكبر من Y AND Y أصغر من 2. شو النتيجة يا حذركم؟ نتيجة False. أول جزء من الستيتمنت X أكبر من Y النتيجة True، أما نتيجة الجزء الثاني Y أصغر من 2 النتيجة False. هلأ بنجي نطبق عملية AND بين نتيجة الطرفين، النتيجة False لأنه العملية AND بترجع True فقط إذا كان كل المتحولين أو كل الطرفين عم بيرجعوا True. ومثل كل مرة رح نحكي عن تابع النمط Type يلي لما نطبقه على متحول رح يرجع نمط معطيات المتحول. بالمثال يلي عندي طبقته هون على متحول منطقي بوليان، رجع لي النتيجة بول كلاس مثل ما متوقعين. بول هي اختصار لبوليان، وكلاس لأنه مثل ما حكينا كل شيء ضمن بايثون عبارة عن أوبجكت. هلأ رح نحكي عن التابع بول يلي يستخدم لتحويل بقية الأنماط إلى النمط المنطقي، أو كمان فينا نقول أنه يستخدم لتقييم الإكسبريشنز يعني بيرجع يا أما ترو أو فولس. رح نشوف مع بعض بعض الأمثلة. هلأ رح نحول قيمة من نمط STR لبوليان، نطبق تابع بوليان. ملاحظين كيف طبقنا على نيم طلع ترو؟ طب إذا طبقته على فراغ يعني سبيس نشوف شو النتيجة؟ كمان ترو. طب هالمرة رح طبقه على ولا شيء يعني ما حطيت حتى سبيس،
نطبق تابع بول، شوف النتيجة فولس. هلأ رح نطبق تابع بول على الأرقام، رح نطبقه على القيمة واحد، شوف شو النتيجة ترو. طب إذا رح طبقناه على رقم فلوت مثل 9.444 شوف شو النتيجة كمان ترو. طيب إذا طبقنا على الصفر شوف النتيجة فولس، أصبح الصفر هو الوحيد اللي عم يعطي النتيجة فولس. طب إذا كانت القيمة قريبة كتير من الصفر شوف نطبق التابع بول عليها بطلع النتيجة ترو. خلاصة استخدام تابع تحويل النمط بول، تقريبا كل متحولات تحول القيمة ترو ما دام تحمل قيمة بداخلها. تاني ملاحظة أنه أي متحول من نمط محرفي STR راح يتحول القيمة True باستثناء السلسلة المحرفية الفارغة، هديك بتتحول القيمة False. ثالث ملاحظة أنه أي متحول من نمط رقمي راح يتحول لTrue باستثناء القيمة صفر بتتحول لFalse. آخر ملاحظة بخصوص أنماط المعطيات المركبة اللي راح نشوفها لقدام، كلها بتتحول لTrue إلا إذا كانت فارغة بتتحول لFalse. هيك بنكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. يلي بدي اياه منكم انه تتدربوا منيح على انماط المعطيات يلي تعلمناهم لهلا وعلى العمليات بيناتهم. الفيديو الجاي ان شاء الله رح نشرح فيه نمط اللا شيء نون داتا تايب. اذا عندكم اي اسئله اكتبوا لي اياها بالتعليقات. شوفكم بالفيديو الجاي والسلام عليكم.